يا صباح الفل عليكم، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه. حلقه النهارده انا عايزه اهني فيها اخواننا مسيحيين مصر بمناسبه عيد القيامه المجيد، وعلشان كده الحلقه دي النهارده ان شاء الله هنعمل لكم فيها الكحك والغريبه وكل حاجات العيد. اول وصفه هبتديها هي الكحك، الكحك المصري بتاعنا. المقادير بتاعتي: كيلو دقيق، كوبايتين سمنه، معلقه صغيره ريحه الكحك، 3 معالق سمسم، قطعه خميره بيره، ومعلقه سكر، نص كوبايه لبن دافي او حسب الحاجه. دايما المتعارف عليه ان كيلو الدقيق بياخد 200 مللي ماده سائله، يعني سواء لبن او ميه علشان اعمل بيها الكحك، اعجن بيها الكحك. هاجي اول حاجه هحط الدقيق بتاعي هنا. الدقيق ده لازم يكون دقيق مخصوص للكحك، لاني لو استعملت الدقيق العادي اللي هو جميع الاستخدامات ممكن قوي الكحك ينشف مني، يطلع ناشف مع ان انا حاطه له سمنه كويس. خلاص هاجي هنا في بوله هسيل من مقدار اللبن بتاعي، انا هستعمل لبن مع ميه. انا بحب، انا لما اجي اعمله في بيتي بعمله بلبن، بس انت لو انت لسه جديده في عمايل الكحك اخلطي لبن مع ميه، يعني 100 مللي كده و100 مللي كده للكيلو. ليه؟ علشان الكحك خصوصا اللي مش محشي ممكن يبقى القلب بتاعه طري شويه زياده معاكي لو متخبز صح. خلاص هحط من مقدار اللبن بتاعي شويه، اسيل بيهم الخميره. اوكي اهي كده اهو، قبل ما ابتدي اعجن بيها بدعكها واسيلها. ويعني يستحسن انك تسيبيها دقايق كده بعدين تستعمليها. وانا هجيب برده بعد كده السكر ادعكه فيها. هاجي بقى هنا للدقيق بتاعي، هحط ريحه الكحك. ريحة الكحك دي توابل بتجيبيها من عند العطار، وممكن ابقى اقول لكم كمان ايه المقادير بتاعتها، لان ريحة الكحك دي بتختلف من عطار، خلطة من البهارات والتوابل من عطار لعطار. ادي بدوب السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحطه كده. بعد كده هحط السمسم على الوش عشان انزل عليه السمنه. ليه؟ السمنه سخنه مش مقدوحه. ليه؟ تبقى سخنه واحطها على السمسم، بسم الله الرحمن الرحيم، علشان السمسم يتحمص معايا ياخد تحميصه وريحه حلوه. وابتدي الم العجينه، مش عجن لا، المها علشان ما تطلعش ناشفه معايا. الكحك بالذات او البسكوتات والحاجات اللي هي كده اهو الكوكيز لازم اكون حذره في العجن، لو انا هعجن عجن كده هيطلع ناشف معايا. زمان كانوا بيضحوا السمنه علشان الكحك كانوا بيعملوا كميات كبيره بيقعدوا بيركنوها كتير، لكن احنا لو انت هتعملي كميه كبيره قوي اضحي السمنه، بس السمنه ممكن المقدوحه تخلي كمان الكحك، انا لسه ما حطيتش بقيه اللبن، تخلي الكحك ينطر السمنه. لازم بقى نبسه كويس قوي عشان لما بس الكحك هيطلع معايا دايب. ببسه بالسمنه، وخدي بالك ان هو ممكن ياخد اقل بكتير من اللي انت عامل، يعني كميه اللبن اللي انت عايزاه. بصي اهي لازم يتبس ربع ساعه على الاقل، وما تكسليش لان دي نقطه مهمه. بصوا اهو، وتاخدي من تحت علشان الدقيق اللي تحت يطلع معاكي ويتبس. دايما المعجنات مش بس الكحك، اي معجنات بتاخد سمنه كتير لازم علشان اضمن ان العجينه بعد ما يستوي ويقعد له مثلا 4 5 ايام ساعات كده تلاقوا الكحك بيبتدي يخرج السمنه بتاعته. يعني مثلا عجينه البورك، مش بس كحك، يعني البورك اللي هو الفطاير اللي باللحمه دي عشان سمنتها كثيره
برضو لازم أبسها كويس. يبقى اتفقنا ان اي حاجة سمنتها كتير بتاخد كمية سمنة كتيرة لازم تتبس عشان بالوقت ما تبخش سمنتها. طبعا هو المفروض ان انا ابس ربع ساعة بس عشان وقت الحلقة. خلاص اهو، وهبتدي بقى ألم العجينة باللبن. بسم الله. لو انا هعمل الكحك سادة بخبز على 165. بصوا انا بعمله كده، بلم بخبزه على 165. لو الكحك فيه حشو بخبزه على 180. ليه بقى؟ علشان الكحك السادة هيبقى العجينة سميكة ما فيهاش حشوة، لكن الحشوة لما اجي اعمل كحك حواليه حشوة هلاقي ان العجينة رفيعة داير ما يدور الحشوة. خلاص هنا هتلاقوا دايما النص، يعني شايفين انا بحط شوية شوية، النص ناشف، حاطينا كده شوية علشان ما يتراش مني. الحشوات بقى لما اجي انا احشي بحشي عجوة او ملبن او عجمية اخد بالي بقى من كذا حاجة فيه. اول حاجة العجوة، حاولي تشتري العجوة طرية. في عجوة دلوقتي مفرومة في السوق وطرية تجنن، وساعات بيبقى فيه معاها يعني تمر كده ومعاها شوية سائل بسيط، دي بتبقى مثالية في الحشوات. طب لو العجوة عندك ناشفة خلاص بقى جبتي العجوة او موجودة او ده الموجود، هنحاول نطريها بشوية سمنة مع نقطتين مية. وما تستغربوش المية لان الزيت بينشفها لما الكحك يبرد او العجوه تبرد. الزيت اهو بصوا اهو ابتدى يلم معايا، وهشكله. وبعدين خدي بالك من حاجه، بصوا اهو اللي ما خليهوش يحمر كتير. ليه؟ علشان النقشه. انا بعمل كده وبعد كده بجمعه كله مع بعض، ده كله علشان ما عجنش الكحك، علشان يطلع معايا دايب ما يطلعش ناشف. فانا بلمه كده. والملبن بقى، احنا العجوه قلنا بنطريها بشويه على النار بشويه سمنه وميه. الملبن وانت بتشتريه لازم يبقى ابيض، لان لو ناشف او غامق هو كده خلاص استوى عند الراجل فهيطلع معاكي ناشف قوي. فدايما الملبن تجيبيه ابيض، او تعملي بقى العجميه اللي هي بالدقيق والعسل. اه خلاص هي اخر نقطتين اهو. وهجيب البصامه، طبعا احنا ممكن ننقشه بالمنقاش بس البصامه دلوقتي هي بتبقى اسهل. لو انت مثلا ولادك هيساعدوكي خليهم يقعدوا ينقشوه. خلاص خلينا عشان نلحق الوقت اهو كده. هو بقى اعجنه على بعضه بالراحه كده، اكون حذره جدا وانا بشتغل فيه علشان يطلع معايا حلو في الاخر. يبقى الكحك بيتخبز قلنا 165 لو ساده، انا هعمله دلوقتي ساده، و180 لو الكحك محشي. هعمل كور، احاول انها كلها تبقى نفس الحجم، والكوره بعملها كده وبحطها على الصاج. بصوا لازم اعملها كده واسويها حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه. وبنحطها و بصوا دي شقت هتبقى مش حلوه، لازم اتاكد ان هي نرجع الحشو بتاع الرسمه لما تروح. ده معناه ان الخميره بتاعتك كتيره. دايما الكيلو
الكيلو بياخد حتة خميرة قد عين الجمل كده، عين الجمل اللي بقشرها، شايفين بيبقى حجمها قد ايه؟ دي قطعة الخميرة اللي بتبقى مناسبة لكيلو من الدقيق كده اهو، اهو اهي اهي. لا اكتر الخميرة عن كده، لو خميرة فورية، لو اهو لو خميرة فورية هي معلقة واحدة مليانة، او قطعة خميرة كبيرة زي ما قلنا قد عينة الجمل، ما تزوديش عن كده وما تسيبوش يخمر كتير، لان لو النقشة راحت السكر مش هيثبت فيه، السكر بيثبت في النقوش اللي عليه. خلاص هروح بقى دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد فاصل تاني، استنونا.